وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم قد وصل بحفظ الله ورعايته هذا اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى قمة جدة للأمن والتنمية التي تعقد اليوم. نعم، وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله. وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المعظم لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. هذا وقد تشكلت بعثة الشرف المصاحبة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود وزير الحرس الوطني.